أنا الآن في سنتر ساحة اعتصام محافظة الديوانية، حيث هناك عمل سلمي طابع الهدوء فيه يغلب الفعل، ويدل على أن النوايا الصادقة هنا تريد أن تبقى الاعتصامات المفتوحة سلمية. أوكلت إليها مهمة تحفيز الشباب وتشجيعهم على العمل وإن كان شاقا، لكنه يؤكد أن خيم الاعتصام ومن فيها يحاولون إثبات موقفهم السلمي للعلن، وأنهم لا يطالبون بأكثر من وطن فيه التنعم بخيراته وتعويض ما فات من الفقر والعوز والحرمان والتهميش. أم صلاح تؤكد بأنها لم تتردد بالموافقة والاستجابة على مشاركة الشباب بحملة التنظيف لساحة الاعتصام وجعلها تبدو بأبهى صورة. هاي الحملة هي كن نظيفا يا ابن آدم، احنا سويناها لتنظيف الساحة ونريد نبين لهم الصورة انه احنا اشقد سلميين وثورتنا سلمية. العراق الريدة يبقى جميل، ساحتنا جميلة، مو ساحة دماء ولا ساحة حرب. أنت صاحبة الفكرة؟ أنا وبعد واحد وياي. ويؤكد الشباب المشاركون بالحملة بأن الساحة أصبحت سكنا لهم ولا بد من جعلها نظيفة وإثبات أنهم بعيدون عن أي مظاهر للعنف أو التخريب. أول نقطة إحنا نحافظ على نظافة محافظتنا، من محافظة يعني المحافظات كلها نتمنى أن تكون نظيفة وخالية من يعني الأوساخ وخالية من المشاكل، وإحنا طالعين الناس سلميين مو حتى يعني نخرب أو نوسخ، إحنا مثل ما باقين بهذا المكان وإحنا مسوينه يعني شو ما تقول مستعملينه، إحنا لازم يعني هم لازم ننظفه، تمام؟ هذا بيتنا الثاني. قمنا بحملة كل نظيف ابن آدم في الديوانية وكل محافظات كربلاء وبغداد وبابل، همود جمالية الساحة، جمالية محافظة الديوانية. وصلهم الفكرة سلميين، إحنا طالعين سلميين، ما عندنا أي مشاكل بالساحة، لا عندنا مشاكل بأحزاب، لا عندنا مشاكل الدولة، إحنا ناس سلميين هنا، نحافظ على ساحتنا وبيتنا الثاني إن شاء الله ظلين به. وبين فعل وآخر يحاول من يتواجد ويبقى في اعتصامهم المفتوح أن يشارك بما يستطع بأي جهد يجد فيه إيصال رسالة السلام والمطالبة بالحقوق بشكل سلمي. من الديوانية محمد حسن، قناة التغيير.